الحالة حلوة، الحالة محترمة، علشان الكبيرين قدموا لنا صورة حقيقي مشرفة. لقاء القمة الكروية المصرية بين صاحبي الشعبية الجارفة في مصر والوطن العربي، الأهلي والزمالك. بدأ اللقاء. احنا مش عايزين نقفل صفحة مباراة القمة علشان اللي حصل فيها كان نموذج، بس المرة دي نموذج حلو. ما احنا ياما كنا بنطول في الكلام ايام وايام لما بنشوف حاجات تزعل، بس دلوقتي شفنا الحاجات المحترمة، شفنا الروح الرياضية الحقيقية اللي هي المفروض تكون طبيعية. بالمناسبة تحية للاعب لاعب قدموا لنا صورة تليق بيهم وتليق ببلدهم في مباراة بيشوفها ملايين في مصر وبره مصر.